أول خط أحمر تضعه روسيا لحلف الناتو؟ ما هو هذا الخط الأحمر وما هي حدوده؟ وكل هذا سنعرفه في الفيديو. أولا نبدأ، السلام عليكم وتحياتي لكم. خرج علينا ديمتري ميديفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، والراجل ده شخصية مهمة جدا في روسيا. قال إن حلف الناتو يريد مهاجمة القرم. وطيب نسمع ونشوف وبعدين نحلل ماذا يقوله، ونحلل معانا 3 فيديوهات. نسمع. Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. زي ما انتم شايفين مكتوب كانت الترجمة والصوت اللي بيفهم اللغة الروسية بيتكلم عن شبه جزيرة القرم. يقول إذا يعني خرج علينا البعض يحاول مهاجمة شبه جزيرة القرم، وقال إن لو حدث مهاجمة، أو يعني صراحة الخط الأحمر مش واضح هل هو مهاجمة ولا هل هو احتلال شبه جزيرة القرم. من اسبوع كده او الاسبوع الماضي خرجت المتحدثة باسم البيت الابيض، قالت ان يمكن لاوكرانيا ضرب جزيرة القرم، ورأينا طبعا ماذا حدث في جسر القرم. وطبعا خرج زي ما انتم شايفين ديمتري ميديفيديف نائب رئيس مجلس الامن القومي بيقول لك ان لو حدث يعني احتلال او هجوم، الله اعلم، هيكون سنرسل لهم يوم القيامة الحقيقي وتختفي دول بأكملها. ده اللي قاله، ده بيوجه رسالة تحذير وإنذار وخط أحمر لحلف الناتو. طيب هل حلف الناتو يعني بيحارب، هي الحرب عالمية ولكن بدون أسلحة نووية إلى الآن، وربنا يستر. طيب نشوف جنود حلف الناتو أمامنا الآن. جنود من حلف الناتو يختبئون، أو يعني زي ما أنتم شايفين خايفين من الأسر أو خايفين من القصف أو حاجة زي كده، مختبئين يعني بطريقة تحبس الأنفاس. هؤلاء جنود من حلف الناتو على حدود خرسون، وتعرضت أعداد كبيرة جدا للقتل من قبل القوات الروسية. كل اللي هم حاولوا الهجوم على خرسون دلوقتي، كل الضرب على خرسون صواريخ هيمارس وصواريخ هاوتزر. حتى ان روسيا بدأت تنقل ساكنين خرسون الى اماكن اخرى، كبار السن والاطفال، لان يعني الصواريخ اللي بتتضرب كبيرة جدا على خرسون. زي ما احنا شايفين دول جنود من حلف الناتو. ايضا امريكا بمدرعات امريكية، يعني ناقلة جنود ومدرعة أمريكية زي ما أنتم شايفين في الصورة. فإذا هنا الحرب العالمية، حلف الناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى. إلى الآن لم يساعد روسيا إلا بعض الدول القليلة اللي هي الاتحاد الروسي، بيلاروسيا والشيشان والحاجات دي. وشفنا جيش الشيشان كان مجهز 70,000 جندي، نشوفهم رمضان قيدروف مجهز 70,000 جندي، وقال لك إذا أعطاني الأوامر السيد بوتين سأحتل كييف في أيام قليلة. طيب واحد يقول لي هي روسيا بتعمل إيه دلوقتي؟ روسيا بتعملش حاجة دلوقتي. روسيا ضمت 4 مدن اللي هي خرسون وزابوروجيا ودونايسك ولوغانسك، ضمتهم، وشبه جزيرة القرم تم ضمها من 2014، وعملت استفتاء بقى، يعني ضمتهم بناء على استفتاء. و
حاول مجلس الأمن يعني يلغي موضوع الاستفتاء ده أو كأنه لم يكن، لكن لم يستطع. استخدمت روسيا حق الفيتو وامتنعت الصين عن التصويت. فروسيا ضمت 5 مدن كبيرة وهي منتظرة قاعدة في مكانها وتقول اللي عايز، يعني اللي عايزنا يجي لنا. هم ما بيهاجموش دلوقتي، هم بيدافعوا على المدن، وقال لك العملية العسكرية انتهت. فهنا إذا حدث هجوم، هم قالوا كده، إذا حدث هجوم على المدن المحررة هذا يعتبر هجوم على روسيا ويتم إعلان الحرب. بالأمس لما ضرب جسر شبه جزيرة القرم، خرج يعني أحد أعضاء الدوما قال إن هذه إعلان حرب، إعلان حرب. وفي اجتماع في روسيا، والاجتماع ده سيقرر الرد على هذا الهجوم الذي حدث. طبعا شبه جزيرة القرم دي يعني طريق سيارات رايح وطريق سيارات جاي وطريق قطارات. اللي اتضرب طريق أحد طرق السيارات، فحدث فيه انهيار جزئي، لكن في طريق سيارات شغال ورجعت حركة القطارات إلى طبيعتها. بالأمس الساعة 8 مساء واختبروا المكان اللي احترق فيه القطار. كانت الضربة صعبة جدا لدرجة إن الناس على بعد 20 كيلو اهتز يعني زجاج المنازل واتكسر كمان على بعد 20 كيلو. كانت الضربة قوية جدا، والبعض بيقول لك إن الشاحنة دي ما كانتش بس الشاحنة من انفجار، ده احتمال يكون حاجة تاني، صاروخ أو حاجة زي كده، لأن الضربة محسوبة هندسيا والطريق ده ما يقعش بسهولة جدا بالطريقة دي. يعني روسيا حطت خط أحمر وقالت الهجوم على شبه جزيرة القرم أو محاولة احتلال شبه جزيرة القرم أو احتلال، صراحة الخط الأحمر مش واضح. قال لك سنرسل لهم يوم القيامة وتختفي دول بكاملها. فيعني هنشوف ماذا يحدث في الأيام القليلة القادمة. لا نتمنى يا جماعة، إن يعني أنا شايف إن الضربة النووية قادمة، وهذا لا نتمناه، لأن لو حدث كل البلاد هتتضرر، لأن الأغذية بتيجي من أوكرانيا ومن روسيا والأماكن دي، ولما تتضرب الحاجات دي هيبقى مفيش قمح، مفيش حاجات زي كده، هتبقى في مشاكل كبيرة جدا في العالم، وهذا لا نتمناه. نتمنى الخير للجميع، ونتمنى أن يسود السلام في كل العالم. و تحياتي لكم، واشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، انشروا الفيديوهات على صفحاتكم، واللي يحب يشرب شاي يشرب، اللي يحب يشرب قهوة يشرب، يحب يشرب كاكاو يشرب. يومكم جميل. اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، مع تحيات محدثكم ظريف الأديب.